القرن ده هو ده يعني هو ده نبيل. فعلا هو نبيل، هو اللي عامل ده، هو اللي عامل الشغل ده كله. نعم صحيح. هنتهد بعد كده؟ لا طبيعي هيتهد، صح. ما حدش هيعرف يبني ايده، هو بنيه بايده. نعم. هو سعيد الصدر. الله، والله يوميها يوم الاثنين جم وقعدوا يشمروا بقى هدومهم. نعم. من الصبح بدري ابتدوا بقى يشكلوا كم قطعة تقريبا؟ ده في فوق الأرض كلها بقى، المساحة دي كلها مليانة خزف. الله. بس ما وضبتوش لسه، نفسي اتسدد. نعم. لما عرفت الخبر قلت نخليه بترابه بقى لغاية ما نشوف هنعمل فيه ايه، هوديه فين؟ هوديه فين؟ هذا المكان ننهي رحلتنا إلى منزل ومتحف الخزاف الكبير نبيل درويش. نقول نتمنى إن شاء الله أن يبقى هذا المكان، أن يبقى هذا التراث، أن يبقى هذا الجمال، أن تبقى هذه الأعمال، أن تبقى هذه الأفران التي تؤرخ تاريخ وتؤرخ زمن وتؤرخ فنان كبير عظيم، واحد من أروع خزافين العالم، الخزاف نبيل درويش.